حلمي حبها يا اللي ما دوا كان يسوي مصيبة يا لله العجب يا حمد حبها يا دري اللي ما دوا كان يسوي مصيبة يا لله العجب يا حمد حبها اسمع اسلم اسلم انا وعلي وعبد العزيز اول شيء نقول بيض الله وجهكم على استقبال اخو نور جاي احنا ما دام روسكم ما نعد ما نعد يا ولد 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 و خلاص اسمعني جاي والله العظيم ما هم شانين انه قاعد معكم والله انكم لازم قدامها بساعه بعدها نروح الفندق ناخذ اغراضنا غيرتوا في اسطوره شيء واجد نعم ولكن والله العظيم انه جاني تليفون وانا والرجال ورانا ما مشى الحساء الساعه 6 الساعه 6 شو الرياض وينه من الحين يبرين شغله لا والله صبر الحساء بس قبل ما تروحون قدام الساعه قبل ما تروحون اديناكم الله يا الربع وسامحنا على العز وطاع وانجب الرجناه جدا وانسى وانجب معنا على العز يلا يا سلام وانجب معنا على العز وطاع وانجب الرجناه جدا اسمعوني شباب بس عندي كلام انت جمعنا ادناكم الله عندي بس كلام بقول والله انا بقول اللي انا بقول والله العظيم نحن معكم نعم والله نحن معكم في الاعلام وغير الاعلام هذا واحد الشيء الثاني جرب يوفقكم والله انكم ناجحين وانكم دعسي والله اني اقولها صادق ونجاحكم تراه نجاحنا والله اني اقولها صادق وانتم تكملون مسيره اللي قدامكم وكل واحد منكم ما جاهنا اللي يبغى النجاح والتوفيق ولكن ما بقى له وقت قليل والله وجودكم على الشاشه انه ينفعكم والله اني اقولها صادق الحين يوم احنا نقعد في الغرف كان مثلكم نبغى نستانس والغرف اللي تحت الغرف احنا ندري كلنا انها زي اللي علبه تحت الغرف فيها ناس فيها ضحك فيها سوالف اللي انتم خابرين لكن وجودكم على البث والله العظيم انها نصيحه من اخ ومجرب والله لو يعود بالايام وادخل برنامج مده 3 شهور نقعد والناس اسوي شيء النصيحه هذا وما اخذ نجم الجمهور والله اني اقوله صادق والله اني اقوله صادق ومحبه الناس والله ما دون نجم الجمهور والله هو توفيقنا والله انت تستاهل توفيق من الله يسلم اخوياك كلهم وكلهم يستاهلون وانتم تستاهلون وانا يا علي والله اني معكم في اللي تبغون مني ابشر بالسلامه ابي اعطينا شيء انا طالبها منك قلت ختاميه جرب يا اخوان يعلم الله انكم غير في جو احنا غير في جو نحن رجعنا اعمالكم مطوار والله استانسنا جرب يمسكم بالعافيه ومعنا فتره بسيطه والله الوقت اللي مداهمنا ولا ودنا بمقعد معكم لكن الظروف والله ما هي في ايدينا سمعتوا الاندومي العذر السماح عرفت ترى انتفلت فيه صفر قمر صفر قمر ها والله يا علي علي لا اله الا الله علي يا علي تفز فيه بس صادقه انا بغريب تنعى يجي لي شرواكم شرواكك ما ترى معني بالكلمتين على الباب نعم بالله والله انا صادق واصلين المدل الخيره ما عندنا نهزه بوصيكم مكان تكون من نصيحه من اخوك بالله البث البث لا تغبون عنه ولا الساعة لا تغبون والله العظيم اللي تطلعون وتحسبون أن الساعة تندم عليها أن الساعة اطلع قد ما تقدر وقدم اللي عندك وعش والله كل واحد منكم اللي محبين وله الناس اللي وراه وعنده ربع وناس وأهله اللي يبغون له شيء الزين ويتمنون يقابلون عش عشان دايم
قدموا لهم الشيء وانتم ان شاء الله قدوا وعند الحقه يا رب يوفقكم التوفيق الطيب. والله انا يوم اصلي على النبي والله انكم شرفتونا. يا العمر طويل عرجان يا العمر طويل شرف لنا معرفتكم والله اني صادق انت اللي مثلكم اكثر يعلم الله اني صادق الله يعافيك الله يعافيك الله يوفقك يا رب قبل تروحوا انتوا جيتونا ومرحبا بكم والله ان جيتكم تسوى الشيء الواجد والله اللي خلق لو نحن ندري بجيتكم قبل نقدر نرتب شيئين على ما قال خاصة فيكم لكن تعذرونا احنا هنا منقطعين من كلش يجون الشامن شرواكم ما في لكن ابشر بالعوض ابشر والله بالعوض احنا عشان كلام وستوريز من عبد الله في خاطره كلام يا اخي اول شيء والله اللي شرفتونا ونورتونا وانها مليان العيد شوفتكم والله العظيم ومن ناحيه شو اسمه السفاره زاد لي شرف ان اللي يعني اعلن سفارتي اخي علي بن هادي ونعم ومن يوم البس ساعه ما تكلمت على الوقف ودي اتكلم عنها حد منكم يعني عندنا وذا نعم اللي هو صدقه جاريه بالبلد الحرام السهم الواحد 150 ريال خاطب الكاميرا نعم اي خلاص ايه خلاص معنا اللي هو وقفه صدقه جاريه بالبلد الحرام السفير وفوه علي بن السهم الواحد 150 ريال والله ثم والله ثم والله انها ما تسوى شيء انك تعبي بها بنزين ولا تروح تحطها في كافي ولا تروح تشتري بها ادنى حاجه حنا لا جونا ضيوف ان نحرم من القعدان ما كفوكم الطيب حلو بالعب هاي نباك ابشر بس ف 150 والله انها ما تسوى شيء والله العظيم تصدق لها من تحطها من الان تبقى يبقى معك الاجر يوم تحطه لين يوم القيامه هم تجي لا تجي يتيم يعني الحاله تكفل لك يتيم اللي هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وكافر يتيم في الجنه كهاتين شوف اجر الحاله اليتيم غير الارمله غير ترميم المنازل لهم غير انك تعينهم على عمليات اللي مرضى فيهم ولا المحتاجين وترى مقبلين على شهر الخير اللي هو شهر رمضان راح يكون فيه افطار صائم راح يكون فيه اشياء واجد فتصدقوا وبادروا قبل ما تغادر وتصدق الميتك سواء جدتك او عمتك او عمك او جدك او اي احد يقرب لك متوفي من قطع عمله رجاه بعد الله سبحانه انت فتصدق وبادر هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله يجزاك خير ويرحم والديك. وجيكم و... لبيه طب لبيه من يبنى بالنا شيله حي البلطه نعم يا علي مرحبا هذا جاهز صلي على النبي اسمع 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 تعال بطوط العويس وخلاص يا عيال اسلم يا عويس والله اللي ما راح صوره 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 صور. وعبد العزيز وعلي بن هادي والله انكم شرفتونا ليله ونا ليله عيد والله انكم من دخلتوا وحنا شرحتوا عن خواطرنا وانا داخلين علينا ضامين حد من اخواننا وهل واسعد اللحظات وبركن وانت وصولكم شهد بالله انه دعم وندريبه واسكت اسكت اسكت يوم تكلموا خلنا نسمع فان شاء الله الله يجمعنا على طاعته وحسن عبادته ان شاء الله الحين في البرنامج وبعد البرنامج عسى الله يفككم ان شاء الله ونشكركم على وقتكم شكرا لكم الله يسلمك اللهم صل وسلم عليك ايش فيك الرجال منا في خاطره كلام وفي خاطره انه ودنا نفوليكم الشحب والله اني صادق وانتم تستاهلونه غير اللي مثلكم يعذر انت خابري حم مزنوق علينا وابشروا والله بالعوض لجينا في الساعه عادكم بتجونا بتشرون محلاتكم الثانيه وعادنا بنجيكم ان شاء الله ولا هو باخر لقى باذن الله ما تغفى عين هي بالله في الحسا قريب وابشروا بالعوض ابشروا والله بالعوض انا من الكويت طيب شباب نبي صوره جماعيه بس على كيف يلا شمتك اللي لقيتها تناظر فينا يلا خلينا نتقدم خلينا نتقدم يلا تقدم الصف يتقدم شوي اعطونا صورة زينة يا بابا حطي فلتر خشمي عود لا باري شاو شاو باري ضمنت في باري مسارق نعالي الله يعزك قسم بس صورنا وعلي ثاني عاشو لا خلا كذا سو كذا سو كذا واحد يعني زوم يلا قلب بابا زوم زوم بابا زوم 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 وسع 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 الله ميوت اصبر يا بابا كم خلص
مو بس انتفاخ خصم خصام لا لا شو جاب 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 مو رويسي يلا هي شباب تعال يلا ثانيه ثانيه الله يقطعك يا ابو محب الشاشه كفو اجرب عوده مو بس انتفاخ اخ يلا اصابع عليه عوده خبي عوده انفع ورمة الثاني يلا واحد اثنين يلا اضغط عين الجليس وتنطفي نارك والصبح تهوى وجه الحلاق